أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظنوا الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظنوا الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظنوا الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هذه قراءة الولد عمر جمال الجهيم. رغم كثرة الأخطاء إلا أنها من باب التشجيع له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.